السلام عليكم حبايبي، شلونكم اخباركم؟ اليوم طبعا راح اسوي لكم هاي الكيكه. اللي يحب يشوف الفيديو للنهايه اتمنى تشوفوه وتجربوها. طبعا طريقه عمل كيكه بدون فورمات، تزيين الكيكه بدون فورمات العفو، يعني زينها بس بكيس مات الكريمه بدون اي فورمه، ما استخدمت اي فورمه وصارت عندي بهالشكل هذا. اتمنى تشاهدون الفيديو للنهايه، واللي يعجبه الفيديو لا ينسانا باللايك. وطبعا سويت لكم فيديو بهاي يعني بقايا اللي ظل عندي من الكيك والكريمه حتى ما اذب استفاد من عنده، سويته بهالشكل هذا، صارت عندي كاسات. ان شاء الله راح اخلي لكم الفيديو بعد فيديو الكيكه وتشوفوا، واتمنى يعجبكم. السلام عليكم حبايبي، شلونكم اخباركم؟ ان شاء الله مرتاحين. اليوم راح اسوي لكم طريقه جديده لتزيين الكيك بدون قوالب، بدون فورمات، بدون ما نحتاج اي شيء. راح نبدا ان شاء الله. طبعا عندي هاي الكيكه، كيكه سويتها بالكاكاو، طبعا نفس الكيكه اللي انا مسويتها قبل فيديو، بس انا مسويتها ساده بدون كاكاو. كيكه المحسن الكيك نفس الطريقه، بس عندي نقصت من كميه الطحين وضفت له ملعقه اكل او اقل من ملعقه اكل كاكاو، صارت عندي بهالشكل هذا. انا ما رديتها غامقه حيل، والكاكاو بصراحه عندي هم مو غامق حيل لونه، فصارت بهالشكل هذا. انتم ايش قد ما تريد تخلون كاكاو وتنقصون من كميه الطحين نفس كميه الكاكاو، يعني مثل ما تعرفون عندنا الطحين العفو الكاكاو يعني شلون النشا يثخن الخلطه عندنا حتى ما تكون ثخينه. راح طبعا هي عباره عن كيكه، قطعتها ثلاث قطع، ان شاء الله يا رب تكون واضحه يمكم بهالشكل هذا. حشيتها بكريمه الكاكاو بالوسط. احتاج الى كريمه، طبعا باكيت كريم شانتي، يعني خلطتها مثل الطريقه اللي انا مسويت لكم فيديو بيها، وان شاء الله راح اخلي لكم رابط رابط الكيكه ورابط الكريمه ان شاء الله بصندوق الوصف. راح احتاج الى يعني شوكولاته من هاي النوعيه، عندي انا استخدمت ساده بصراحه من هاي، عندي يعني بست البيت قطعتها بهالشكل هذا، صارت عندي بهالشكل التحشنة. اللي يحب يسويها بسكينه او مقشات البوتيتا او يعني اي تقطيعه تحبون تقطعوه راح نزين بها هاي. وعندي هاي هذا شيء اختياري يعني، بس ينطي رونق للكيكه وجماليه. راح احتاج هاي طبعا اللي راح اعدل بها الكيكه كالعاده، انا احب استخدم هاي. راح احتاج صيخ مالت شوي، راح ارسم به شكل قلب، لانه بصراحه عندي قالب قلب بس كبير على هاي الكيكه، كيكتنا مو كبيره، فراح استخدم ارسم به القلب بهذا الصيخ او سكينه عادي ماكو مشكله. راح احتاج الى كيس مالت كريمه، هذا الكيس العادي هو راح نقصه، راح اعلمكم شلون تقصوا ونسوي به النقشه. وهسه نبدي ان شاء الله بسم الله. طبعا انا حشيت الكيكه حتى ما اخر عليكم الفيديو، طبعا راح احاول ان شاء الله يا رب يكون واضح يمكم، اعلمكم شلون قصت الكيس. راح اسوي به موديل، راح اقص من هالشيء من هالجهه ومن هالجهه، شيء قليل يعني كلش بسيط هالشكل، اقلب على الجهه الثانيه اقص نفس المسافه تقريبا. بهالشكل هذا راح يصير عندي سبعة أو ثمانية أو شلون تقولوها بهالشكل. سويته أنا صغير بصراحة، راح أعبي الكريمة بيه وأشوف إذا يعني أحس بيه صغير راح أكبره شوية، راح أجرب بيه، لأن أنا قبل فترة يعني سويت حسيت إنه القالب يكون يعني العفو مو قالب يعني القصة كانت كبيرة فيطلع النقشة كلش كبيرة، حبيت هالمرة أصغرها يمكن يطلع أحلى يعني أنزك، لأن كيكتي صغيرة مو كبيرة. نبدي بسم الله. هاي كريمتنا نفس طريقة الكريمة اللي سويت لكم فيديو عليها، أتمنى تجربوها إن شاء الله وتنال إعجابكم. بهالشكل هذا راح يصير عندي نقشة الورقة، راح أشوفكم. صراحة من جهة عندي صغير يحتاج تكبير،
بهالشكل هذا، يصير عندي القياس كله زين. طبعا راح اخلي الوجه اخلي له كريمه، بعد عني هاي الغراض اخلي على الوجه كريمه، بس على الوجه لانه الاطراف انا راح اسويها بالنقشه هاي يعني بالكيس اللي سويته، فما اريد يعني اخلي لك كميه كريمه هوايه. مثل ما تعرفون هي الكيكه بيها شكر والكريمه حلوه، فما اريد يعني كميه كريمه وانا حاشيتها بكريمه، فما اريد تكون كميه كريمه كثيره عندي. لحظة بالله بس اجيب الستاند، اني يعني بصراحة نسيت الستاند اليوم. يعني يا بنات هذا الستاند يسهل الطريقة علي بهالشكل هذا. راح ادي تعديل الكريمة من فوق، طبعا تحبون بسباتولا تعدلوها او بهاي. طبعا انا ما اريد يعني مو ضروري انه اعدلها 100%، لان مثل ما قلت لكم وراها تغليف الاطراف، وراها تغليف من فوق، راح اخلي لها الكاكاو، بس يعني تنطيني منظر حلو. اهم شيء ما اخلي الكاكاو يخرب علي. صارت عندي بهالشكل هذا. راح ابدي ارسم القلب او القلب. بسم الله احدد. طبعا ايدي ترجف بس ماكو مشكلة، يعني راح نخلي فوقها الكريمة راح يغطي. تقريبا هيجي صار عندي، ان شاء الله يكون واضح يمكم بهالشكل هذا. راح ابدي بالتزيين هسه، نبدي بالقالب. يعني راح اجي من هذا الاتجاه حتى ان شاء الله يكون واضح يمكم. وهسه قربت الكاميرا حتى تشوفون شلون التزيين. طبعا شفتوا مثل ما قلت لكم بدون قالب، بس قصيته بهالشكل هذا 7 و8. نبدي بسم الله، نضغط نضغط ونمشي، نضغط ونمشي شوي شوي، نمشي حتى يصير عندي نقشه. صراحة ما عجبني، راح اكبره لانه ذاك النهار كلش احلى النقشة. اكبر يعني اللي سويته القصة وارجع لكم. هسه كبرت يعني قصة الكيس مثل ما تشوفون. بسم الله واطلع الى حد القلب يعني اللي حددته. طبعا اللي سويته صغير يعني شلته، راح اسوي فوقه هسه ان شاء الله. راح افتر بهالشكل هذا. طبعا انا تعمدت ما اغلف الكيكه، يعني حتى اذا طلع مثلا جوزي ما عندي مشكله لانه ينطي لها منظر حلو. وطبعا بالبدايه يكون صعب عليكم، بس بعدين التزيين بهالشكل هذا كلش سهل، تاخذ ايدكم عليه. اهم شيء بهدوء
واحد على كيفه. ومثل ما تشوفون غلفت عندي بهالشكل هذا، صار منظر كلش حلو، موديل حلو. وبس راح اكملها حتى ما يطول عليكم الفيديو وارجع لكم حبايب. هسه بعد ما غلفتها وصارت عندي بهالشكل هذا، ان شاء الله يا رب تكون واقعينكم، راح ابدي احدد تغليف القلب. طبعا بنفس يعني القصه اللي سويتها، تريدون غير موديل اكو يعني بس زرف صغير ونغلف فيه مثلا على شكل نقاط او على شكل عدل نمشي، ماكو مشكله. انا راح اسوي بنفس يعني نفس القصه. بسم الله. طبعا اهم شيء الهدوء بهاي القالب او هاي قصه القالب حتى تطلع عندي النقشه حلوه. هالشكل يعني هو طبعا واحد يرسم القلب ما يجي 100%، مثل اذا قالب موجود عندي. بصراحة انا قبل فترة سويت نفس النقشة بس كان عندي يعني الكيكة اكبر حجم، خليت القالب عليها، صارت عندي يعني القلب يطلع اعدل من هيجي. هسه خلصنا من مرحلة الكريمة، يعني ظلت عندي هاي زيادة من الباكيت، هاي وهاي يعني شوية نقدر نسويها مثلا على بسكويت او فت شغلة، وان شاء الله يحبوها الاطفال هاي الشغلات. هسه راح اخلي من هذا الكاكاو اللي برشته خلي بالوسط، يعني حبيت اسويكم هاي الكيكة اللي ما عنده قوالب او فورمات، خصوصا اللي موجودين بتركيا يعني صعب. مليت واني ادور يعني بصراحة منطقتنا ما خليت محل يبيع هاي الشغلات، مواعين والمولات، وما خليت واني ادور على الفورمات وما جاي القى بس مال البلاستيك. وبصراحة مال البلاستيك كله تحسوها يعني عبارك ما طلع النقشة مضبوط بهالشكل. حسب ما تحبون انتم يعني الكاكاو تخلون كثير او قليل حتى يبرز عندي القلب. وهذا الخرز للتزيين. نخلي على أطراف القلب أو القلب. تزيينها يعني ما يأخر بكل سهولة، وأي واحد يقدر يزين بيها وبدون قوالب. والحلو بيها أنه سهلة وسريعة، وإن شاء الله يا رب تعجبكم. اللي يحب يخلي خرزات فوق الشوكولا بهالشكل يعني تنطي منظر حلو الكيكة. طبعا اكو هذا الخرز الوان، انا اليوم حبيت اسوي لكم كريمة بيضة بدون الوان، يعني ابيض والكاكاو. وان شاء الله يا رب تعجبكم والف صحة وهنا. واتمنى من كل من يشاهد الفيديو ويعجبه يخلي لي لايك، واكون ممنونة من عندكم حبايبي. وهذا القلب الاحباب قلبي اللي متابعيني، وإن شاء الله أشكرهم وأشكر التعليقات الحلوة اللي تفرحني بصراحة. من أفتح التليفون وأشوف التعليقات مالتكم الحلوة بصراحة تشجعوني على أنه أقدم لكم شيء أحسن وشيء أفضل. وإن شاء الله أي شيء تطلبوه من عندي أنا حاضرة وبالخدمة. وألف عافية إن شاء الله علينا وعليكم.
Thank you.